التعبير بأنعمت عليهم يدل على التعظيم والتقديس والإجلال لله تعالى. كيف يكون ذلك؟ نمثل ذلك بمثال، ودائما نبدأ بمثال للتوضيح. عندما تقول للشخص الكريم أعطني كما أعطيت فلانا وفلانا وفلانا، يكون ذلك أدعى إلى إشعاره بالثقة والاطمئنان والسرور، ويشجعه على المزيد من العطاء، لأنك بهذا الكلام تقول له أنا لست أول من تعطيه، فأنت شيمتك العطاء، هذا العطاء من طبيعتك، هو عادة فيك، وهذا ثناء عظيم كبير له. لو عبرت بالفعل المضارع قلت أعطني كما ستعطي أو كما تعطي بصيغة المضارع، يختلف عن التعبير السابق. لماذا؟ يعني عندما تقول أعطني كما تعطي، يعني عم تعطي في المستقبل، ومعنى ذلك أنك لم تعطي في الماضي، وأن إعطائي هو مبدأ عطائك، ومعنى ذلك أن العطاء منقطع في الماضي، وهذا ليس فيه لا ثناء ولا مدح ولا أنك تقول والله أنت تبدأ العطاء مني أنا. لكن عندما تقول له أنت مجبول على العطاء، هذه شيمتك وهذا هو عطاؤك وجميلك سابق، هذا أدفع إلى أريحيته ولبسط يده والزيادة في العطاء، ويشجعه ذلك على العطاء. والمثل الأعلى لله سبحانه وتعالى أيضا أن يكون صراط الذين أنعمت عليهم، نفس الشيء تقول يا الله أنت إنعامك سابق ورحمتك وسعت كل شيء، وهي قد سبقت غضبك، فأنت مول الإحسان وأنت المعطي وأنت الباسط وأنت الرافع وأنت المغني، فهذا هو دأبك وهذا هو شأنك وهذا هو واسمك الكريم واسمك الباسط واسمك الغني. في ذلك فيه تعظيم لله تعالى وتقديس له واعتراف بفضله، يعني كأنك تقول فضلك سابق علينا يا الله، نحن مغمورون في سبق لسنا الآن بل من أول الخلق. فهذا يكون أكثر إجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى ممن قيل صراط الذين تنعم عليهم، أنك تنعم عليهم في المستقبل، ليس فيه ذلك التقدير ولا ذلك الإجلال ولا ذلك التقديس.